طلعني من الفقيع. ضو يكبك بوبك الدجاجة حية شكون باش يذبحها؟ ياليك مدام تبدا فيها راهي حساسة والله تخوضها بالتقاقية. انت تعرف مدام عند الدجاج ما حبش تخليه يذبحها. يا اخي انا قلت له ياتلوني تو نقرا لها المحفوظات. يا بالله علي قال لي شنو هي محفوظات تحب تحلي اني من الدجاجات نتاعي ونرميها لي على وجهي. لا يمثل وليت لي سيدنا سليمان تفهم لغة الطيور. برا دخل قفل الكوجينة وجا قلع لي النوار هذا باش نخلي بقعة للخاصة. خاصة؟ انا لا ما نجمش يستحيل انا نقلع نوارات من فلذات اكبادي. مش يحريقك منين نجيب فيه الكلام هذا؟ قلت له جيب فاس ويجي قلع هالنوار هذا. لا لا بصراحة ما نجمش. يا كوزان كوزان بالله لحظة يجي احكي معاه خاطرك نحب نحي النوار ونعمل خاصة. اسمعوا انا راهو معينا تعبت خليها تعمل وتقول اللي تحب. خش منك هكا شمي جيب حتى ديناصور. سيسر ورحمة نانا لو كان جيت نعرفك باش تطلع لي عايق ما نخليك تخرج منها كرشي. يا أهل النفاق يا أهل النفاق والشقاق والشق شق إني لأنحونكم لهو الإبل. أنت يا ابن أبي ثعلبة ايش بيك تبسل اخضر عرفت قدك على شو صيح أنا. يا لو لو يا لو ايش بيك نوري مش فما يا أخي خوك مازال يعملوني هذا ايش عنده يعمل أنا ندار فيه كان يدوش يدوش يسمع أنت يا أخي مش قلت نفطر ونمشي علاش دوش علاش بصراحة عندي مشكلة ايش نية المشكلة لا قد نحكي لك باي يا سيدي نفضل لاي يحكي هذا نسمعه فيه. الجماعة اللي كنت كاري معاهم طردوني من الدار عندي 6 شهور ما خلصتش الكري حتى قلت لهم خليوني نسكن معاكم تو نغسل لكم الماعون ونطيب لكم الفطور صاحوا في وجهي وقالوا لي سورتو با ياي يا ذاك باز كل وين طيب الفطور ذاك اللحمات نعرفك من صغرتك لماك ايش عملنا في المشكلة متاعنا تو يا مشكلة يا ولدي اسمع نقول لك مشكلتك ماهيش مشكلتنا تنجم تخرج منها خليني نتصرف انا اخويا جميل خوك بوهالي ما يعرفش مصلحته انا اللي فاهمك علاش تمشي علاش تجي انت جاي تحب تبلص هوني اي مات نمشي على روحي حتى ندبر وين نسكن امبوسيبل ديويو عدي على واحد اخر امان يا ذو هكا ذو تخلي خوك يتمرمد هذا اللي يومي وصاتك عليه قبل ما تموت وقالت لك خوك الاخضر حطه ما بين عينيك دي زياد استنى ساعة استنى من يومي قالت هكا كيفاش قالت الساعة هي مبكش عام قبل ما تموت قالتها بالإشارة ريتها وفهمتها ريتها وفهمتها بالله ما تهبنيش كيفاش ريتها وفهمتها تهي الساعة مات وهي تولد فيك والعمل هذيك أنا عمري ما نسامحك عليها بو أنا فهمكم هاي شديك شاكك بون فياج اي دياج اوكي ذو هاني مش نمشي نبات بحذا قبل رمي ونحكي لها كل شيء وها يا ذو ها يا ذو الا ما تجيك في الحلم وتقلع لك وذنيك ماك تعرفها امي يسمع سنوني نب عليك ما تردليش خويا سيد يو امي وصاتني عليه قالت لي نحطه بين عينيك يا ودي نزب عليك عملك في الباسكولوجيا هذاك اوكي ما انا هاني ماشي دوش اسمع انت وجي هو بيدو يطردك تقول لك شي طيبه سامحني ذو كان عملت لك مشكلة ليه لا يا ولدي نشبك فيه هذاك يعمل في الانتيكومولوجيا كوزان مش هنا نخرج من الدار يا ذو اسمها بسيكولوجيا لا سيدي انتيكومولوجيا انا نحب هكاك انا عجبتني سافا يا حليمة حليمة أني هوني هوني نوري قل لي بربي اش معناتها واحد يجيك يقول لك عينيك سليمو معناتها يخدم لحام صحي وانت اش بك منرفز منرفز على خاطر السي الاخضر خذو في بالي جاي على ليله السيد حتى هو يحب يعدي ايامات لا بالحق اش بك فرحت انت ليلي بالعكس ساعه بليد ياسر وما يحشمش وعينه صحيحه هو اش بيني بس وحدي هنا يظل فيك ضربك الشلل في فمك وين الليلة فريدة وين؟ طلعت لبيتها
وما تعملش عليها باش تخرجوا. تعرفها الا فريده تموت على ريحه عيله الاخضر، تفكرها في ريحه المرحوم، تفكرها في ريحه التندا والقطران. انا مش متحرك من هنا كي يجي اسماعيل يفضها مع سي الاخضر اخوه. ربي معاك، عمري ما ريت واحد يرمي روحه كيفه. ملا حليمه يظن يرجع لك الشلال في فمك. الفطور تحرق، اش باش نفطركم انا توا؟ نورمال، حتى انا قريت حسابي والله. وراي العجلة تنقبت والماكينة غرقت وتي تي تي. هيا فيس عزر بروحك، كمل اغسل لك الفناجل ومشي اعمل دورة في الصالة. ظل يحصل. يا عبسي اش تعمل غادي؟ يا ودي اش فما؟ سمعت الطربيقة بتاع المديف نسخيل الفرح صل. اقص الحس بتاعك يا ودي. اخي الفار ما تهماش وكعبتك كاكي ما كلاهاش. تو هذا من دافع يا ودي، من دافع صنعني بالتل. نصبت الفار بيجي ديك 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 يلمح كعبة الكاكية ترقد البقي احسن. عمري ما سمعت انا فار بطميره يصطادوا بالكاكية. انا رازل لقيه هو الكاكية دي قاعد عنده في البلاد ما يخلي شيء، ياكل الحجر ياكل حتى الجمر الكاكية وياسر فيه. قل لي ساعه يا اخي شكون قال لك اللي احنا عندنا الفيران؟ مثبت انت؟ مثبت هي. ها شوف يا سيدي، تعرف زميتك بعثت لي امي باش نفطر بها الصباح انقبها. شنو هذا؟ شيء بلبسيسه وتحب الفرما يجيش. يا ودي مش بسيسه، زميتك مدردر لك كاس. ايش اكثر من الدردره هذيا؟ فيسا نظف الكونتوار واليوم ما تروح كما تشد الفار. نحي علي المصيده هذيك، الفيران توا ما عادش يحصلوا في المنداف. نظف. عسلامة سي عبسطار. عسلامة سي اسماعيل. من فضلك عندي رونديفو مع الافوكا نتاعي. لقيته هذاك فار بوتميع كي يجي يخليه يدخل. حاضر سي اسماعيل، اما بربي ما عادش تجيب لي سيره الفيران، تفضل. نظف نظف فيسع. صباح الخير سي اسماعيل. شعبت قوي. صباح الخير. تفضل يا راجل تفضل فيجي. اهلا وسهلا. يعيشك. اي تبكل عليك. اليوم هاك صبحت احسن. لا الحمد لله. وني مشيت للطبيب عاد وخذيت الدواء. يا باهي باهي ذوفي الدواء هذا باش معاك بقدا. لا لاباس هاك تشوف فيا في كامل قوتي. بكري وانا جاي لهنا سي اسماعيل شديت واحد من خناقه وعلقته في البوتون تاع الضوء. شو علقته؟ من سرواله فتقت العطفه نتاعو. يا سي اسماعيل يا خويا راهو يتبع فيا عنده نهارين من بقعه لبقعه. عبدني في بيتي بيت نومي، تسرسب من الميزاب، خل بيت البانو، الكهرباء نتاعي ما لقيتش حل. تعرف انا يضري عاملين مؤامره كبيره ياسر، يحبوا يتخلصوا منا ويحطونا في المرناقيه في اقرب الاجال. أقول منوبة في أقرب الأجال. شو سي عبد القوي لو حليك من الألواس هذايا مو لازم فما مخرج، والقانون فيه ألف فلة وفلة ولازم نقاو مساب. قل لي سي اسماعيل أنت تشمد؟ أعوذ بالله ما شميتش بكل جامد. لافي أنا قاعد نشم نشم في ريحة الغاز مسيبين علينا، يحبوا يخنقونا يحبوا يقتلونا. هاني قلت لك أنا صدقني يحبوا يقتلونا. اللطف يحبوا يقتلونا ونموت. اللطف راجل تخل وخج في الحلة. انت شنو عز عليا انت شنو تحب تخنقني؟ شنو ما نخدموش؟ بسطار قال لي ما ترقد الليلة كان ما تشد الفار. فار؟ وينو فار؟ ايه قال لك اصطاد الفار مش اصطادني انا. لا قلتني شاد عرش لعبة ولا مهارات. وش يعملوا بها هذه؟ ما تعرفش يعملوا بيهم؟ يصطادوا بيهم الحلوف. تي 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 نصيرة نورمال كافيك او نصيرة لا ديفيرونس انتر لور تون دو فوا. واه يا اخي غبرت. اون ايت ان فاز دون كاكوفوني دي فادي تري ديفيسيل دو ديستينغي. نوري انا عامله انا مريتش نصيرة. نصيرة نصيرة هاي قال هاي قال لك بوتا مدام هيك ريت هذيك مانيش عارف شنو تعمل غادي. بصراحه انا اليوم مانيش في فورمه باش نعمل الشميت. وانت اش تعمل هوني؟ نستنى في اسماعيل حاجتي بيه. شبيك تستنى في صالتي؟ ما استنى في دارك. بدل بدل توا وقت صور متحركة، نحب نشوف الجيريش باش يعمل عملة للتور. اش عنده ما يعمل؟ ما باش يجيب له قبيلة متفيرين من درسي الأخضر ويحطهم له على قلبه. نوري
نعم لا لا ما ريتش ذو حابو يشري لي رجيل غدوة يلزمني نعمل سكولتور عندي ان اكزامان ارزمون جيت معكم انا في الدار هذي ولا حد لي قال اخر نجم ما تصيحش وجيو بون دومو بون دومو ذو في نوري ذو في داري هو اخوه الثعلب او يا ميم تي قداش نكرهو تشوفني انا شنبخر بالريحه نتاعو نزرع من النجم دايم مش نتوعدني لا 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 ضو باش تعمل شو بك تخلع في النوار ياي ماماتك تحب تعمل خاصة في الباس هذه ملا مامي ديما بطلعاتها ضو ما كتعرف المكتبة اللي كنت نبعثك ليها تجيب لي ماتريال بتاع البانتور نحبك تمشي تشري لي لغجي منار شنية هو شنو اسمه بالعربي طفل الطين الطين يا طين ما نقولك ملوني يا قدامك انت ونسايب الكواتشو نتولي لك الكل طين ضو الطين اللي يعملوا به الخزف مش طبعة يا بالحق مش تعمل نطبونا في الدار والله حتى انا عندي مدة على نجرد قاسخون ليه يا ضو الطين حشي به لقرايتي قرايتك نسار حتى طين ولا يقراو عليه تي تو باش تخرج وعليه يا بنتي نفهم فاش قام كان تحفر هون تطلع الطين نتاع القل ابو ايه بابا الله يرحمه قال لي الدار هذه مبنيه على مقطع طين اصلا كانوا الناس يجيو من كل بقعه يزوه باش يعملوا به الكوان ما ريتش الدار هذه كيفاش بدات تزلق على جنب جو هيا ميلا تو احفر طلع لي لغجيل لا 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 بصراحه ما نجمش نمسها جنينه عندي السوكومولوجي شنو نجم السوكومولوجي جي هيك في صنع في وحدي هيك يمشيش في بالك اللي انا قننه استنى تشوف